علشان تعملي الفراخ المشويه على الفحم تطلع معاكي طريه وحلوه، هاتي فراخ بيضه وخلي بتاع الفراخ يخليها لك من العظم، خليها كده ما فيهاش عظم خالص بس ماسكه في بعضها، تطلع حلوه جدا. بعد كده افرمي بصل وصفيه، مش عايزين اي تفل خالص، وافرمي طماطم وصفيها برده لان التفل ده بيتحرق بسرعه. التوابل بقى بتاعتك ملح وفلفل وكزبره وكمون وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وتوم وكمان ليمونه وخل، تبليها بقى كده وحطيها كده في الفريزر، خليها عندك يومين، ولو مسافره ولا حاجه ولعي الفحم حطيها على الفحم. هتاخد معاكي تقريبا نص ساعه ربع ساعه على كل ناحيه، ممكن تاخد اكتر شويه لو الفرخه كبيره. انت هتختبيها بالشكل ده وتشوفيها، لو لقيتيها مستويه خلاص خرجيها، وتحفه جدا حلوه قوي. اهم حاجه اخليها من العظم. وشكرا لكم والسلام عليكم.